مشاهدينا وين ما كنتوا، انا بحييكم، بدي حيي خصوصا ابناء المرداشي بوتشاي، لانه اليوم رئيس البلديه الاستاذ ميشيل خوري هو ضيفنا. الموضوع الاساسي هو الحريق اللي حصل بخمسة ايار، وكلنا بنعرف نتائجه السلبيه على المنطقه ككل، لانه مش بس بلدة بوتشاي المرداشي يلي تأثرت، إنما بدنا نبلش من وادي شحرور صعوداً إلى بعبدة اليرزي. ومن هيك اليوم حلقتنا هي حتى نوضع حد إذا منقدر لحرايق بالمستقبل، لأنه الطبيعة بتفاجئنا مرات، ولكن لازم نكون دايماً حاضرين. أهلا وسهلا فيك أستاذ ميشيل خوري. أهلا فيك، أهلين. يعني بعرف اليوم إذا بدنا نحكي بالحريق يلي حصل، حصل طبعاً، وكلنا شفنا مصيبة وقعت، شفنا وتابعنا وبالوقت ذاته يعطيكم العافية، لأنه بعدين صارت مجهود شخصي، صرت حضرتك وأعضاء البلدية والأهالي والناس طبعاً. من حريق انطلق من شرارة صغيرة، يعني لو بساعتها يمكن ما كنا وصلنا لهالمساحات الشاسعة يلي صارت. نحن طلعنا على بوتشاي المرداشي، نعم. عملنا جولة وكانت حضرتكم معنا، إذا بتحب نبلش بالجولة ومنعلق شو شفنا، وبالوقت ذاته منقول شو الحلول أمامك اليوم، لأنه اسم الله جايب معك كتير. إيه طبعاً، شغلة بدها حل، لأنه مثل ما نحن هلأ ماشيين، بغض النظر نحن ما بدنا نعمل نحكي، بلشنا إيه. هيدي أول شيء بتشوفي منطقة الحريق، نعم، يلي هي طبعاً اتخذت صور من بعد الحريق، نعم، كان نحن طلعنا بعد الحريق، نعم، طلعتوا بعد الحريق، هذا كان الحريق انطفى، نعم. هذا الحريق ما كان بيمتد لهون لو كانت الإجراءات يلي اتخذت. بنشكر الدفاع المدني، بنشكر الجيش، بنشكر قوى الأمن الداخلي، بنشكر كل مين ساعد بالعملية، بس نحن هلأ عايزين نحط الأصبع على الجرح. الحريق صار، المصيبة وقعت، كيف بدنا نعالج الأمور مستقبلاً، لأنه إحنا منطقة حرجية يمكن معرضين كل يوم وكل ساعة لمشكل مثل هالمشكل. هيدا هالصور عم تشوفها هي ضمن نطاق بلدة المرداشي بوتشاي؟ لا، نحن بدي اقول لك شغله، نحن كبلدية بوتشاي المرداشي، نعم، المساحات يلي هي راحت بالحريق مساحات كتير صغيرة بالنسبة لمنطقته، وهي انطلق من وادي شحرور، نعم، ونحن عنا منطقتنا متاخمة كتير لوادي شحرور، عنا حدود مشتركة بيننا وبينه. طلع الحريق من وادي شحرور امتد لعنا، أخذ تقريبا 50,000 متر من منطقتنا نحن، وبعدين راح على بعبدة. هون عم شوف في طريق كانت، يعني هي هون اللي عم شوفه طريق تراب، هيدي ما طريق بيسلكوها الناس؟ انا في بقول لك شغله باكد لك اياها، هيدا عم شوفه هلا مثلا، هيدي طريق بيقدر يوصل الدفاع المدني، احنا كل الاحراج الموجوده عنا الدفاع المدني بيقدر بيوصل بكل سهوله، او اي سياره اطفاء، او اي حيلا سياره اطفاء بتقدر توصل بسهوله لحتى منطقه الاحراج، نعم. بس احنا اللي صار عنا، ونرجع كمان بنقول بنشكر الدفاع المدني والامكانيات الموجوده عنده يومتها، كمان لما طيران الجيش اللبناني طلع بالطيران كان في صعوبه، مش عارف لانه كان في هواء، هو بالاساس اللي هو سرع بعمليه الحريق بهالشكل. هيدا التأس اللي كان حار جدا، وطلع هواء بسرعه 70 كيلومتر بالساعه، نحن اتصلنا بقياده الجيش. هون شو عم شوف؟ يعني شفت مبنى، هيدا المبنى كان قريب للحريق؟ طبعا وصل الحريق لبعض المباني عنا. نحن كان اول شغله عملناها بواسطة شرطة البلدية، ظهرنا سحبنا العالم من البيوت لحتى العالم ما تتأثر بالنسبة لقضية الدخان والكذا، مثل ما عم تشوفي انت، نعم. هيدي طرقات كلياتها نحن فتنا عليها، واصلة كلياتها، وهون مزفتة، هيدي مزفتة فيكي، لأنه كلياتها منطقة فيلات فوق، نعم، فيكي توصلي بسهولة، بس هي تأخر وصول السيارات الدفاع المدني هي الانف صغيرة خلت الحريق أنه يمتد بهالشكل هيدا، نعم. لأنه هلأ بفرجيكي في صور بتمرق، الحريق امتد من منطقة كتير صغيرة، لو كان في مجال أنه نقدر نخمد الحريق بهالمنطقة هونيك ما كنا وصلنا لحد. على كل حال هلأني من بعد هالصور يلي صورناها من بعد الحريق بالمنطقة، وشفنا الياباس يلي صار، وشفنا يعني طبعاً اليوم كمان طبعاً. هيدي عم شوف خزانات، هودي شو هيدا المطر، نحن خزانات المي هيدي عنا، نعم، نحن وقتها عم نعمل شبكة المي، هي خزان خاص عم نمد شبكة مي بالمنطقة، نعم، أخذنا بعين الاعتبار أنه في حال صار عنا حرايق، عملنا مخارج الدفاع المدني مثل ما بتشوفي انت هون على الصوره، بيوصل، نعم، الدفاع المدني بعبي، ما بيقدر يترك المنطقه، يعني بعبي ميته من عنا، يعني احنا كل 20 دقيقه
بعبي صهريجة 23 ألف متر مكعب مي. يعني سيارات الإسعاف ما بيظهروا برات المنطقة ليكون في عنا حجي بدون يتعوقوا. كل المي نحن بنعطيهم إياها من منطقتنا نحن، مثل ما عم بتشوفي بالصورة كل السيارات اللي اجت، مع انه قلت عددها، اجينا سياره من بلديه الغبيره. رح نشوف على كل حال هلا بالصور، رح نشوف كيف انطلقت، يعني كيف انطلقت، قديش كانت صغير هالحريق وكيف امتد الى مساحات شاسعه. هلا بنشوفهم تباعا رئيس. سعه هالخزانات قديش يلي عملوهم؟ نحن عندنا هودي بياخذوا 50 متر مكعب. 50 متر مكعب، طبعا في عندنا ضخ مباشر، يعني عندنا بير نحن بضخ على هالخزانات، هالخزانات بتضخ على الشبكه. يعني هيدا انتم كنتوا اخذينهم بعين الاعتبار، محضرين كنتوا لا سمح الله كبلديه محضره؟ نحن محضرين للازمه المي. نعم، يعني حد كمان قضيه هيدا كنا عاملين عم نحل ازمه المي الموجوده بالمنطقه، وانت بتعرفي. نعم، عملنا حلقه هون. مزبوط. بالنسبه لقضيه المي، يعني عم نشوف الصور، هيك انطلقت الصوره هون. هون انطلق الحريق يلي من منطقه وادي شحرور السفلى. نعم، هيدا كان الحريق لحديت هون صغير. يعني لو كان في عنا سيارات سيارات دفاع مدني موجودة بالمنطقة وقدرنا نبلش من هون، ما كانت امتدت على هالمسافات كلياتها لهون. هي اللي صار بعدين صار الشعلة، يعني شرقوطة طبعا شرقوطة تطلع، بس احنا لو وصلنا لو قدرين نوصل كنا لهون. هيدا المنطقة يلي انطلقت. نعم، فيها منطقة سكنية، فيها مشروع عمار عم يطلع. نعم، من هون انطلقت وفي. نعم، طريق بتوصال لهونيك وما نعرف كيف شو سبب انطلاقتها. يعني هلا انت بتعرفي كل واحد بيقدر يحكي شيء، مثلا جريدة الأخبار بعددها بستة أيار بتقول موت غابت بعبدة ولادة الأوتوستراد العربي. وهون حضرتك مع مين؟ هون أنا شباب البلدية. أنا كرئيس بلدية هون، أنا موجود بقلب الحريق مع عناصر الشرطة، عم نستعين بنباريش مي من عند الأهالي لحتى نقدر نطفي لحتى ما توصل الحراية على البيوت. يعني كنا موجودين هونيك، هذه الإمكانيات كانت موجودة عنا، الرفش والنربيش. هذا أحد عناصر شرطة البلدية عم بيطلع بشيل الحريقة بإيديه. يعني هذه هي الوسائل اللي كانت موجودة عنا لحتى نقدر نحنا هاي، بس هيدا حريق ما بيتعالج بهالطرق هيدي. أكيد. اليوم نحنا في عنا يعني للأسف سمعنا أنه في عنا ثلاث طيارات موجودين بمطار بيروت هودي جيبينهم خصيصا لحتى يعالجوا هيك حريق، وبنسمع أنه في عملية صيانة وقفين الطيارات ما قدروا طلعوا. توضحت من قبل قيادة الجيش أنه توضحت شركة الميدل إيست هي يعني اللي مكلفة هلأ على راسي، يعني بس تبرعت. نحن كبلدية شو الإمكانيات اللي عندنا؟ الإمكانيات اللي عندنا نحن استعملناها. نعم، رئيس نحن بنعرف أنه موضوع التأس منتابعه يوميا، صرنا بحياتنا اليومية ما بنسمع نشرة الأخبار أو أي خبر، بنسمع نشرات التأس يلي على كل الوسائل الإعلامية موجودة، حتى مش بالضروري بس وسائل إعلامية، يعني بتكبس اليوم على السلولار تبعك بالعالم كله فيك تعرف كيف أوضاع التأس. طيب هل لبنان يلي معرض لحرائق ما كان في من يعطي إشارة لما بينعمل النشرة، مين بده ياخذ يعني يستبق الموضوع؟ على يعني أنا بدي لي شغلة، في عنا نحن اليوم هالعملية البيروقراسية الموجودة بالإدارة، أنا اليوم بدي حطها يوم إذا تطلع عندكم على الإكرام. نعم. في محل شو هي؟ هيدي تعميم جاي من وزارة الداخلية والبلدية ومن وزارة الداخلية والبلديات ومن الدفاع المدني. نعم. بيقول أنه بأربعة وبخمسة وبستة وبسبعة أيار المنطقة سوف تتعرض لحرائق. وبعتيلنا هيدي الشماء، هيدا التعميم وصل لعندي على البلدية، سجل بالبلدية بتاريخ 24/5. وين؟ يعني كان صارت المصيبة وكان خلص الحريق وكان خلصت الدنيا كلياتها، وصل لعندي ب 24/5، طالع من وزارة الداخلية ب 14 أيار، طالع من الدفاع المدني من طالع من الدفاع ب 12/5، 12/5 راح على الداخلية لوصل لعندي ب 24. اليوم صار في عنا اليوم بكل البلديات في تواصل، صار في إيميل، في إنترنت، في كذا. هالقضايا هيدي إذا بدها تروح بالشق القانوني تروح على وزارة الداخلية، بس المفروض البلدية تتبلغ بالإنترنت بالإيميل أنه يا جماعة أنتوا ديروا بالكم في موجة حريق جاية، خذوا احتياطات. بس أنا منين بدي أعرف إذا أنا بيجي التعميم من بعد ما كان صار الحريق والمصيبة وقعت؟ أنت أكثر شيء عاملينه كبلدية بوتشاي أنه أنت مأمن مي للري، فكمان ساهمت طبعا بقضية الحريق. طيب اليوم هقني مساء احكي عن اليوم، بكرة متوقع حسب الأرصاد الجوية انه رح يكون في حريق وبيحذروا الغابات وغيره. هون عم شوف بلدية الغبيرة كانت عم بتساعد معكم. طبعا نحن بنشكر بلدية الغبيرة، بعتولنا من عندهم سيارات، بلدية الحازمية كمان أمنت لنا سيارة وصهريج مي لحتى يسعفونا بالعملية، وأخذوا مي هون. وين كل هيدا هون؟ كلهم كانوا عم ياخذوا مي من خزانات المي الموجودة عندي. يعني أنا ما في عندي كيلومتر، كل السيارات بتنزل بتعبي مي وبتطلع بترجع على طريق الحريق،
ما بيظهر حدا لبرات المنطقة ياخد مي. هيدي المنطقة اللي احنا عملناها، لأنه قديما طالع تعميم من وزير الداخلية العميد مروان شربي بسنة 2012 بيطلب فيه من المحافظين إخضاع عناصر شرطة البلديات لتدريب من قبل عناصر الدفاع المدني المنتشرة في المراكز العائدة لها بغية اطلاعهم على طرق المعالجة الأولية عند بداية اشتعال حرائق وكيفية تطويقها، ضرورة تأمين مآخذ للمياه من قبل البلديات عن طريق مصادر عدة، على سبيل المثال للحصر خزانات بطون لتجميع المياه الينابيع. انتوا اوريدي اخذين قبل ما يوصل لك التعميم. نحن كنا عم نعمل شبكة المي، اخذنا بعين الاعتبار انه نمد هيدي ونعمل مخارج الدفاع المدني احترازا، وهيدي الشيء بيصفي واحد بيعمل شغلات بدائية بالنتيجة لحتى، بس انا بعطي مي، بس بعطي مي اذا كان عندي اليات لاعطيها مي، اذا انا ما عندي اليه شو بعمل انا؟ ما اكيد البلدية ما عندها الية للاطفاء، يعني ولا شو دور الدفاع المدني ولا الاطفاء؟ الدفاع المدني والاطفاء، البلدية بتركض اول شيء بتعمل شيء هي والاهالي، لانه نحن الاهالي موجودين بنركض نحافظ على منطقتنا، بنركض اول شيء بهمتنا وبهمة الشباب. عندك عدد كافي حتى يتدربوا؟ حتى انا في عندي 4 عناصر شرطة موجودين بالنهار و4 حرس بالليل، طبعا ما في شيء كافي لانه امكانيات البلديه امكانيات كثير ضئيله، يعني وحتى الدوله ما عم تعطينا المصريات اللي موجوده لنا لحتى نقدر احنا نشتغل. ممكن كان مثلا هلا اني من بعد ما صارت القصه انت تتصلوا بالدفاع المدني بلكي بيدرب شباب بالضيعه او مع المراسل هذيك، بلكي بالعمل دوره بالبلده على راسي، بس نحن بنقول للدفاع المدني بقول يا خي نحن بالمركز عندنا 3 عناصر، لنطلب الدفاع المدني بأننا نحن عندنا بالمركز 3 عناصر شو بدنا نعمل؟ كيف هذا المركز بده يبعث يدرب لي عناصر إلى إلي أنا؟ يعني نحن اليوم من بعد هاللي صار هيدا أنا كرئيس بلدية وورا خبرة صارت عندي، أنا طلبت مرة من اليو إن الأبيتا مولد كهرباء لخزان الماء اللي عم بيشوفوا انتم عم يعطوا. نحن شفنا مولد هلا كهرباء، مولد كهرباء هيدا يجي من اليو ان ابيتا جاي فري بدون اي ما دفعنا ولا ليره عليه، على بس بتامنوا صيانته بتامنوا صيانته بنامن الموزيتات تبعوله. بهالوقت انا هيدا اتصلت بالمسؤول هونيك وطلبت منه بركي في مجال انه يزودوا البلديه بسياره اطفاء وسياره اسعاف. يعني احنا اليوم كبلديه الدفاع البدني على طول نقول متطوعين، ونحن كبلدية يوم صار في قانون لتثبيتهم بس بعد ما عرفنا بالموضوع كيف رح يترجم. يعني نحن عنا عناصر عم بياخذوا معاشاتهم من هالبلدية ومستعدين أن يكونوا متطوعين بحال صار هالقصة هيدي، بس نطلب من الدولة أنه كل منطقة فيها منطقة حرجية مثل منطقتنا نحن، ما بدنا شيء منه، لا بدنا مصاري ولا بدنا شيء، قدموا لسيارة اطفاء لنا نحن ونحن مستعدين، يعني بتدربوا عليها لحين نحن بندرب عليها، لانه لما ببلش الحريق واحد يسيطر عليها بسرعه يمكن اول ما بلش الحريق مثل ما فرجيتوا هونيك يمكن نحن برميل مي برميلين 3-4 10,000 لتر يمكن كنا قدرنا حصرناه، لكن وصل الدفاع المدني ما كنا خليناه يمتد لهالمسافه كثير، يمتد مسافه بشكل منه طبيعي. بس نحن عنا على طول نتساءل انه نحن في عنا وراقه بتجينا على البلديه في حال حدا بده يعمر بيجي حضرة رئيس مصلحة الأحراج والثروة الطبيعية. أنا ما بحياتي شفت لا مصلحة أحراج ولا مصلحة ثروة. هودي هالقضايا هيدي وين هن هيدي واجباتهم وين؟ يعني ليش ما كانوا متواجدين؟ وين وطير الأحراج؟ وين هن؟ يعني نحن صاير فينا مثل مصلحة سكك الحديد، في مصلحة سكك الحديد كلها بلبنان تزفتت. ما عندنا ولا سكة وبعد في عندنا رئيس مصلحة ومدير عام وموظفين بياخذوا رواتب، هالقضايا كلياتها هيدي لازم انه تتعالج بطريقة تكون عملية أكثر واقعية، يعني ما بيصير ممكن دولة تستفيد منها كمان. طبعا شو لكان ممكن تستفيد منها، في عندنا شغلات انه اليوم هالبلدية هي إدارة محلية وهالبلدية تابعة لوزارة الداخلية، فيها تساعد ما قبل وصول، يعني إذا نحن نتجنب المشكلة بتصير عندنا بالمنطقة فينا نتجنبها بطريقة أسرع ما أنه يوصل الدفاع هلا المدني. يمكن عم بتقول أستاذ ميشيل أنه رئيس أنه عندكم أنتو ما صار هالحل الخسائر الكبيرة بقدر ما صار بمنطقة بعبد اليرزي، ولكن اللي صار اليوم طيب كيف رح يتشجع؟ رح يعاتق هيلو؟ شو رح يصير؟ طيب نحن من أول ما صار الحريق طلع عنا نحن بجريدة الأخبار موت غابة بعبدة ولادة توسترال العربي، نحن كل شيء عندنا نحن هون اوتوماتيكمون يسيس. اي وبيحكوا وبمحل من المحلات وطالب ابي راشد يلي هو مسؤول عن غيبة استيس بول ابي راشد تحقيق مع رؤساء بلديات وادي شحرور وبطشي وبعبدة
ومساءلتهم عن التقصير الفاضح في عدم القيام بأي إجراءات احترازية وخصوصا تنظيف الغابات وحمايتها. طيب تنحكي بتنظيف الغابات وتشحير الشجر، هي على مسؤولية مين؟ هل هالغابات هل هي أملاك خاصة؟ هل هي مشاعات؟ طبعا نحن عنا كل شيء صار عنا أملاك خاصة. ما بحق لنا نحن نفوت على المنطقة. نحن بنعرف أنا ابن بوتشاي، أنا خلقان بأحراج بوتشاي، قديما كنت تلاقي معزة عم يرعى وفي مكرية حاملين عم بروحوا بشحلوا وبيجوا. صلنا عمر ما كان عنا يصير عنا هيك هاي شغلات، يعني بدل عملية شوية عناية من الأول من وزارة البيئة ووزارة الزراعة كلياتهم يهتموا بالأمور لحتى نقدر نحن نتعاون نحن وياهم. واليوم صار في بلديات على الأرض، صار بيقدروا يتكلوا على عالم موجودين. طيب. بيرجع نحن اليوم شو بدنا نعمل؟ نحن كنا بلشنا بدنا نشتغل، وبيطلع عنا بجريدة الديار ب 13 أيار أعطى رخصا لبلدية بعبدة لتنظيف الأحراج. الوزير شهيب باشرنا بتنفيذ خطة لمعالجة أثار حريق بوتشاي. ما كنتوا أنتوا بالاجتماع ده عليه معالي الوزير؟ ما هني قالوا عقد اجتماع موسع في مكتب وزير الزراعة الوزير شهيب في الوزارة لمتابعة أثار الحريق الذي اندلع في أحراج بوتشاي بعبدة. حضر الاجتماع رئيس بلدية بعبدة هنري حلو، سهيل عبد النور، مدير جمعية حماية الثروة الحرجية والتنمية AFDC سوسن أبو فخر الدين، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي NDP إدارشان. نحن هلا عنا طب نحن عم بالاجتماع موسع لمعالجة حريق أحراج بوتشاي. طب وين في بلدية بوتشاي؟ ما إلها شيء بلدية هلا بوتشاي؟ بعد الفاصل رح نتصل بالست سوسن ومنشوف شو صار بالاجتماع على راسنا ومنشوف شو ممكن ينعمل. شكرا لك. فاصل. منتابع الحل عنا مع رئيس بلدية بوتشاي المرداش الأستاذ ميشيل خوري. رئيس حكينا شوي كيف صار والتفاصيل يعني البدائي وين صرنا، ولكن اليوم إذا قلت إنه هيدي مش مشاعات هيدي أملاك خاصة، طيب إجوا أصحاب هالأملاك على البلدية سألوا شو بدهم يعملوا؟ طبعا أنا في عندي شخص بيملك عقار مساحته تقريبا 1500 متر. نعم. إجا لعندي قال لي شو منين بدنا نبلش؟ قلت له أنا إذا بدي لك أنا ما بعرف منين بدنا نبلش، لأنه نحن ضايعين. إذا وزيرة الزراعة عطل بلدية بعبدة رخص لحتى تنظف، نحن مين بيعطينا الرخصة؟ أنا حاولتوا الاتصال معالي وزير الزراعة؟ لا، أنا في عندي سبيسيمين بالبلدية، إذا إجا واحد بده يعمر بده يعمل شغلة بيجي لعندي بيقول لي بدي أعمر بدي شيل شجر. أنا بعطيه الجمهورية اللبنانية وزارة الزراعة حضرة رئيس مصلحة الأحراج والثروة الطبيعية بتبعتوا لعنده هن بيعطوا رخصة هن بيوافقوا له بيجي على البلديه بياخذ الراي وبعتوا بعثت له انا هيدا اعطيته هيدا السبيسيمين للزلمه وراح وزاره الزراعه امبارح بتلفن لي بيقول لي ممنوع ادقر شغله قال لانه يمكن في يطلع حطب ما حطب بصير في تجاره ما في تجاره مع انه هيدي الارض ما فيها حطب كله محروق لا راح يطلع حطب ولا يطلع فحم حتى فحم ما بيطلع حتى التراب اللي موجود هو مستعد يجيب تراب هيدي انا بعثته للزلمه هيدا الجواب اللي اجاني مع انه اليوم بالاجتماع اللي صار مع الأستاذ أكرم الشهيب مع الوزير أكرم الشهيب وكان السيد إدغار شهاب وضع استعداداته كلهم بتصرف الوزارة والبلدية للوقاية والتأهيل وحث القطاع الخاص على مساعدة البلدية في تأمين الأموال اللازمة لتنفيذ الخطة. طيب بلش حدا يتصل فيكم؟ نحن الحمد لله بعد لليوم ما في عنا حدا ولا سمع ولا حكي ولا حدا حكينا نحن مع أنه أحراج بوتشاي اللي احترقت طلع من عنا. أي شو هيدي امبارح اجاني كتاب من الصليب الاحمر بيقول انه لازم اعمل يافطات حطها بالمنطقه بيقول ما بعرف اذا بتقدر تاخذها الكاميرا تركها 10 سنوات تهتم بحالها وبترجع احلى مما كانت قال بطلوب منا نحط يافطات بالمنطقه لحتى ما حدا يدقر الشجرات تحترقت قال بركي برك 4 سنين طيب بيرجع ولما نزع وزاره الزراعه عطوا رخصه تينظف على القليله ما عطوا رخصه قالوا له ممنوع تمد ايدك على شغله غير ما حتى نشوف شو بدنا نعمل. طيب لنشوف معنا ست سوسن مفخر الدين رئيسة مديرة AFDC. ست سوسن يعطيك العافية. يعطيك العافية. بعرف قديش AFDC انتو كتير يعني مش بس حرايق كل شيء بيتعلق بالبيئة فهالحريق الكبير يلي بعدنا نحن عم نشهد تداعياته والسواد بمنطقة كتير مهمة بالبلد حضرتكم كنتوا بالاجتماع غيبوا حضور بلدية بوتشاي المرداشي ولكن اليوم السؤال هالقرارات يلي اتخذت بالاجتماع اللي صار مع معالي الوزير الشيبي الموجه له تحية طب كيف بدنا نرجع نعيد تشجير او نشيل هالسواد؟ هلا
هلا اول شيء بحب اقول بالنسبه للاجتماع اللي صار مع معالي الوزير هو كان بدايه. نعم. وما في ولا بلديه تغيبت مثل ما ذكرت اصلا، بالعكس هي كانت الانطلاقه، ولكن نحن عم نتعاطى بموضوع بعبدا مش كبلديه بعبدا الويزي وحده، وانما مع بوتشاي ووادي شحرور، لانه انت كلنا بنعرف ايه، بس الكل كان حاضر، بس رئيس بلديه بوتشاي ما اندعى. لا ما كان معنا كمان وادي شحرور كمان، يعني بحب انا بس هون اوضح انه ما كان في اجتماع عام، كانت بدايه بس. نعم. حتى نشوف كيف بنبلش نشتغل، ولكن المشروع رح يكون بالتعاون مع كل البلديات بكل المنطقه، مثل ما قلنا الحرايق ما بتعرف حدود بلديه. صحيح. بتبلش من بلديه وبتنقل للثانيه، فبالتالي اي حل لموضوع الحرايق بيتطلب انه كلنا نشتغل مع بعضنا بنفس الوقت. نعم. هلا شو الحلول يلي انوضعت كخطه؟ يعني عم يمنعوا. نعم. الاهالي انه يشحلوا ينظفوا يشيلوا بحجه انه هيدي فيها تجاره فحم وغيره. لا ويمكن. مش هيدي الفكره، من انه هلا ننطر شوي. نحن كجمعيه تقنيه بنشتغل بالحرايق وبالتحريج من سنه 94. نعم. نحن طلب راينا التقني بالموضوع ووضحنا موضوع كثير مهم. نعم. اللي هو نحن على القليل ننطر اول شتوى، يعني نحن ما عم نمنع الناس، ما عم نقول انه الناس ما لازم تنظف ارضا بلا، ولكن على القليل ننطر اول شتوى، لانه كلنا بنعرف انه بعد حريقه اول مره بتحترق ممكن البذور تنزل بالتراب وترجع تعمل تطلع من اول وجديد بعد اول شتوى. نعم. فنحن ولانه نحن بنعتقد انه هيدي اهم طريقه باعاده التحريج، واذا فوتنا هلا الاليات والجرافات على موقع المحروق فحنشيل البذر ونخرب الارض، وبالتالي ما رح نعرف اذا في كان امكانيه تطلع الشجر من اول والثاني البذور ترجع تفرخ. يعني هلا بننطر لبدايه الشتاء او لشي شتوى تكون يومين ثلاثه ولا شو؟ لاول الربيع، يعني بننطر للربيع. لا للربيع 2015. نعم، لان احنا شايفين كثير ستربك كمواقع تخربت، مثل ما صار بكذا محل بلبنان تخربت لانه دغري فوتوا البلدوزرز بعد الحرايق، وهلا عم نلاقي كثير صعوبه باعاده تحريجها بالوقت اللي كان فينا نستفيد من طريقه اعاده الانبات الطبيعي. ومعالي الوزير عم يعطي الرخص، يعني انا لانه عم واكبهم على طول بالوزاره. نعم. عم تنعطى الرخص لتنشال الشجرات اللي فيها خطر على السلامه العامه. نعم. هيدي ما عم بيمنعوا عليها، لان في كثير شجر متاخم للطرقات ولكابلات التليفون والكهرباء، فكلها هيدي عم تنعطى فيها الرخص انه تنقام من الارض. ما بعرف اذا رئيس بديع عنده شي سؤال. استاذ مشاري بتحب تساله؟ طبعا شي. احنا عم نحكي مع الست، لانه نحن عم نعلي على شغله انه عقد اجتماع موسع لمعالجة حريق أحراج بوتشاي، كان من الأحرى يعني أنه لو كان هالاجتماع الموسع يمكن حتى كان لازم تكون مضبوط. هي طبعاً. كان اجتماع تحضيري تنسيقي، لأن نحن نحن معنيين بالأمر، حضرتكم حطوا رئيس بلدية، مع احترامنا رئيس بلدية بعبدة وبنكن له كل الاحترام، بس اليوم الحريق انطلق من منطقة وادي شحرور السفلى، وادي شحرور السفلى ومرق من عنا، كان مفروض بهالاجتماع الموسع اللي بيكون أربع أشخاص يكون ستة. معك حق، أنا بأكد لك إنه بكل اجتماعاتنا مع رئيس بلدية بعبدة كنا على طول عم نشتغل على ثلاثة، عم نحكي وادي شحرور بوتشاي وبعبدة، فالخطة رح تكون لكل هذه المنطقة. طيب كيف رح يتبلغ رؤساء البلديات من رئيس بلدية بعبدة، أو رح يندعى الاجتماع الثاني ولا شو؟ عم بيصير في هلا شغل تينعمل لجنه ست ريبيكا. نعم. لجنه بتضم ثلاث بلديات. نعم. وفي خطه، في مثل نحن قدمنا نموذج خطه ممكن يتطبق بثلاث بلديات. نعم. هلا كيف اليتها، مين بيدعي مين بعد؟ اكيد يمكن ما الوزاره، يعني اكيد الوزاره. ولكن في خطه مشتركه انكتبت، المحاور الاساسيه تبعها بتبلش بالوقايه وتخفيف الخطر والتجهيز والتدريب، وبعد منا التشحيل والتدريب واعاده التاهيل المواقع المتضرره. بس مثل ما قلت لك اكيد انه الخطه لكل المنطقه مع بعضها. طيب نتمنى بالاجتماع الثاني لفتت نظر، بس انه مفروض أكيد. كل البلدات تكون. شكرا لك ست سوسن. بما تبقى لنا، عم بيقولوا لي بعد معنا دقيقتين. إيه. لمين بتوجه اليوم، يعني شو بتحب تقول؟ يعني أنا بوجه ندائي أنه يمكن كل يوم معقول يصير في حريق. صحيح. نحن لازم ناخذ خطوات احترازية لحتى ما يصير في عنا. قادرين بعد تعملوا شيء أكثر ما عملتوا؟ طبعا قادرين، يعني اليوم عنا نحن وزارة، عنا كل شيء، بالقليل يبعثوا لنا سيارة إطفاء ونحن مستعدين. مثل في تجاوب كان من الأبيتا بطلبكم ولا أنا بعد؟ أنا بعثت الطلب، هلا ناطر منهم الجواب، بس عادة قبل ما عملت خزان المي كان في تجاوب كامل، وبعثوا لنا جنراتور 135 كافي بدون أي بدل. هلا بتأمل أنه بسبب هالشيء اللي عم بصير أنه يجيبوا معنا ويأمنوا لنا هالشيء لخدمة المواطن العالم. أكيد. مش بقدر. وبتمنى كمان تندعوا الاجتماع، إذا حدا سألكم تعرفوا شو بدكم تجيبوا. طبعا لو ما نحن قرينا بالجريدة ما كنا عرفنا أنه نعمل اجتماع بالنتيجة. يعني أنا بدي أشكر حضورك معنا رئيس بلدية بوتشاي
المرداشي استاذ ميشيل خوري، وبتمنى انه اكيد كل هالسواد ينشلها. نحن بدنا يكون بلد الخضار وبلد الجمال. على كل حال انت بتعرفي انه نحن كل همنا ببطشي، وانت يعني تبعتينا بمحطات كثيره انه حاضرين دائما كيف كانت بطشي وكيف صارت. نحن عم نركض لهالشيء هذا، نحن بنزعل للاسود، ونحن لو فينا نشيل الاسود اليوم ما بنتاخر لبكره كوني اكيد. بعرف وعن ما عندي شك ابدا، والدليل قديش اجاني اتصالات كلهم بيقولوا لك شكرا يعني باهالي بطشي، بس عرفوا انه حضرتك ضيفنا. شكرا لك. مشاهدينا بدي اعطيكم موعد بكره دايما عبر الام تي في الحل عنا، الى اللقاء. وبدي اقول انه في تحذير انه بكره يكون موجه حار ممكن انها تسبب حرايق غابات واشجار وغيره. كل مواطن خفير ما تنسوه. الى اللقاء.